أعمل مكان جديد جوه الوطن، ألملم فيه كل المشاعر، كل الصحاب كل الروايح وكل نفس وكل مكان عديت عليه، وكأني باخد كل ذكرى حين المغادرة، حين الوصول، حين المغادرة، حين الوصول. قبلها بيوم، والمشوار اللي بياخد لو كان حظي حلو ساعتين بس، بحط مكياج بسيط والبس هدوم مريحة عشان ابدأ مشوار شاق ليوم مش المفروض ان يكون شاق، من بيتي في الماريوتية للتحرير، حيث مكان تفريغ الطاقات الفنية والتخلص من كل ما هو سلبي وتحويله الى ابداع ايجابي. يعني العرض ده على بعد خطوات من بيتي بيكون موقف الأوتوبيس اللي دايما خالي من أي أوتوبيس، وعشان بحترم نفسي مش بقف في الشارع وبطلع أقعد جنب ناظر المحطة. ناظر المحطة ده بقى دايما بيبصلي بعين فيها نظرة الأب الحنون، والعين التانية بتبصبص. في أغلب الأوقات بدور على أوتوبيس رقم 957 أو 934 علشان دول بيروحوا على التحرير على طول، لكن مش منطقي طبعا إن المواضيع تمشي سهلة كده. بقالي 5 سنين في المنطقة دي وشفت الرقمين دول حوالي يمكن 3 مرات في حياتي. البديل بقى حاجة لطيفة جدا، وهو أوتوبيس رقم 342، وده في منه كتير قوي، بس برضو الواحد لازم يقعد شوية جنب نظر المحطة، الراجل برضو أكيد زهقان ومحتاج حد يسليه. لكن الواضح إن كنت بسلي ناس تانية خالص مش بس الناظر. عند المحطة في كوبري كبير كده ويشرح القلب، بقالهم فترة بيبنوه فوق الترعة، وسألت نفسي كتير يا ترى الكوبري ده هيطلع عليه الاوتوبيس في يوم من الايام، ولا بس اللي هيطلع عليهم الناس اللي ربنا كرمهم ومعهم عربيات. والحقيقه ان فعلا الكوبري خلص واتبنى وما بيطلعش عليه غير الناس اللي ربنا كرمهم. سيبكم انتوا، انا اول ما بطلع سلم المحطه بحس ان نجمه سينما. ياه، كل العمال لفوا يبصوا عليا. طب خلاص مش شفتوني، ارجعوا بقى كملوا شغلكم. ما ينفعش طبعا، فبضطر اقعد على الكرسي اللي كان قاعد عليه السواق والكمساري بياكلوا فول وطعميه ولا كشري مش مهم، المهم ان اقعد وادي ظهري للناس دي شويه واسمع بسبسه مصمصه تفتفه. وبعد ما كنت قررت ان النهارده هندمج مع الشعب ارجع في كلامي واحط السماعات في وداني. تفتكروا انا كده خلصت منهم؟ شويه كده وحس بحاجه مش فاهماها، كنت اول مره اشوف اتحاد العمال اللي بيقولوا عليه. العمال اتجمعوا في شلل كده وبدا واحد ظريف يرمي عليا زلط من ارض المشروع المباركه، والاظرف ان لما بصيت لهم لقيتهم كلهم بيضحكوا كانه قال نكته، وانا اللي كنت بقى رقيقه لقيت نفسي بزعق فيهم ومش فاكره بقى قلت ايه. شويه ولقيت صديقي نظر المحطه جاي عليا بنفس خليط النظرات العجيب ده، العين اللي فيها نظرة الأب الحنون والعين اللي بتبصبص. سألني انت عايزة رقم كام، اي حاجة هتيجي هركبها، واسئلة كده تانية ملهاش لازمة ومشي. وناس تيجي وناس تروح، والعمال رجعوا لشغلهم، والجرار اشتغل من ورايا، واللي سايقه عيل صغير بيعمل بيه امريكاني، والتراب بقى للركب، والشعري اللي كنت فرحانة ان ريحته شامبو. وكل ده بقى ارحم من وقفتي في الشارع، ودي حكايه تانية خالص. بعد ساعة ونص تقريبا الاوتوبيس جه، وكالعادة السواق والكمساري
ينزلوا يتوضوا ويصلوا وياكلوا لقمة ويشربوا شاي وسجارة. حد يقدر يتكلم؟ سألتهم طالعين؟ ردوا عليا بكلمة واحدة: جراج. عادي، أنا على العموم نازلة قبل معادي بثلاث ساعات حتى ما تغديتش عشان ما ضيعش وقت. أسانسير بيتنا لو دست أي زرار فيه هيكمل للدور الأخير. عشان توقفه بقى وهو طالع لازم تفتح باب الأسانسير اللي جوه. طبعاً دي عملية مش سهلة، الموضوع محتاج خبرة، محتاج دقة، ها؟ عشان تعرف الوقت المناسب اللي تفتح فيه الباب اللي جوه فيقف في الدور اللي انت عايزه. عزيز ده صاحبي من أيام المدرسة، كان نفسه يتجوز مادلين طبر بعد الطريق إلى إيلات. عزيز أسانسيره مشكلته في النزول، عشان تنزل لازم حد يطلب الأسانسير من تحت، يعني الزرار بتاع الجي أو الزيرو ده مش شغال. فاللي بيحصل إنك بتخش جوه الأسانسير: يا عم رفاعي! عشان عم رفاعي يطلب الأسانسير وينزلك، بس أنت ومعزتك بقى عند عم رفاعي. الحقيقة الأسانسيرات دي مبهرة جدا، وبعدين قاعد أقول طب إيه بقى التكنولوجيا اللي وصلتها للحالة دي؟ يعني الأسانسير اللي حيرني بقى بجد أسانسير منى. الأسانسير ده في عمارة قديمة هنا في وسط البلد، ما بينورش غير لو واقف في مكان معين جوه الأسانسير. والله العظيم لازم تبقى واقف قدام على اليمين عشان الأسانسير ينور. تشيل رجلك كده تحطها، تشيلها. أسانسير مسلي جدا، بس الأسانسير ده أكد لي إنه التكنولوجيا ملهاش علاقة، دي العراقة والأصالة، الحاجات بقى بتاعت الزمن الجميل دي معمولة برواقة ومزاج. زي أسانسير الأوديون، فندق الأوديون عارفينه طبعا. الأسانسير باب نحاس خشب متزخرف بصدف، والسقف فيه فتحات تشوف السماء، ويقعد يرجرج كده وانت طالع. أسانسير يرجرج عراقة. بس الأسانسيرات دي كلها كوم، وأسانسير سلام ده كوم تاني. أسانسير سلام أسانسير قديم برضو زي اللي حكيت لكم عليهم، ما عندوش مشاكل بقى طلوع ونزول ونور. هو الأسانسير بيطلع بس يجي عند دور سلام بقى بالذات وما يفتحش، ما بيفتحش. يعني عشان تبقوا معايا في الصورة، الأسانسير فيه حبل نازل من فوق، والباب فيه أكرة بس من بره. الباب نفسه حديد وبسلك، والسلك فيه قطع مكان الأكرة. أتاري المفروض إنك تشد الحبل بإيد، تمد إيدك التانية من القطع اللي في السلك، وإنت لسه شادد الحبل تلف الأكرة اللي بره وتزق بكتفك يتفتح الباب. أسانسير هايل. أنا طبعا أول مرة رحت احتست، اضطريت أكلم سلام بقى هو يتعامل مع الأسانسير بتاعه. خلصت، غسلت المواعين وقفلت الحنفية كويس، حطيت الهدوم في الغسالة، ودخلت المطبخ تاني، رميت الزبالة، واتأكدت إن باب المطبخ بتاع المنور مقفول، وقفلت محبس الغاز، وكده تمام. الواحد بقى ينام وهو مستريح. أنا عايشة لوحدي، أو هو اللي حصل إن أهلي سافروا كلهم مرة واحدة فأنا بقيت قاعدة لوحدي. هشرح لكم. أنا أصلي من أبناء الخليج، من الجيل اللي تربى في الخليج، عشان أهلي سافروا يشتغلوا هناك عشان يرفعوا من مستوانا الاجتماعي، يعني يجيبوا فلوس. وأنا فعلا عايشة في مستوى مادي كويس جدا، وتعلمت في مدارس كويسة جدا جدا، إلا أن تاريخ مصر يعني وعلاقتي بمصر فضلت غريبة لفترة طويلة جدا جدا. بعد كده طبعا رجعنا مصر أنا وإخواتي علشان ندخل الجامعة، وبابا بقى فضل هناك لأن ماما رجعت معانا، وهو فضل هناك عشان يحافظ على المستوى الاجتماعي اللي احنا وصلنا له،
وفضلنا كتير على الحال ده، احنا قاعدين هنا وبابا قاعد هناك. ماما كانت بتسافر كل فترة عشان تقعد مع بابا شهر او شهرين وتطمن عليه. في الوقت ده جدتي كانت بتلم هدومها وتيجي تقعد عندنا في البيت عشان احنا بنات وما ينفعش نقعد لوحدنا. الوقت بقى عدى، كبرنا واخواتي اتجوزوا وانا كمان كبرت واشتغلت، وجدتي بقت ست كبيرة ومش بتقدر تخرج من البيت، وماما طبعا لسه بتسافر زي ما هي كل فترة تقعد مع بابا شهر او شهرين عشان تطمن ان هو يعني ان هو كويس. المهم بعد كده انا بقى ما خدتش لا وقت ولا مجهود عشان اقنع اهلي ان في الوقت بقى اللي ماما هتسافر فيه لا حد هيلم هدومه ويجي يقعد عندي في البيت، ولا انا هلم هدومي واروح اقعد عند حد. انا بحكم شغلي كنت بخلص متاخر، وايام كتير برجع قوي مش قادره لسه افكر انا هبات بقى عند مين النهارده، فبقيت ابات في البيت وبقت هي دي العاده. وبقت العاده كمان بقى ان ماما تيجي تقعد معايا شهر او شهرين كل فتره عشان تطمن عليا. اروح دلوقتي اقفل باب الشقه كويس، اقفل بالمفتاح تكتين، واقفل الترباس، وعلق السلسله الحديد في المجرى بتاعتها، واقفل النور، بس بسيب نور بسيط جنب الباب مفتوح عشان اي حد معدي من بره يعرف ان في ناس جوه البيت، وساعات كمان اسيب التلفزيون عشان يعرف ان في ناس كتير جوه البيت. انا ما بحبش استعمل تعبير انا عايشه لوحدي ده، بحس ان انا عشان اكون استحق يعني لقب زي ده لازم اكون رحت لأهلي كده في يوم وناقشتهم وقلت لهم أنا قررت إن أنا أعتمد على نفسي مادياً من النهاردة، أنا كبرت ويعني ممكن أأجر شقة وأنقل فيها هدومي وحاجتي كلها، وبعدين أجيب بقى عفش على ذوقي ولون الحيطان زي ما أنا عايزة، وعلق بوسترز الأفلام اللي بحبها، وأزور أصحابي ويزوروني في أي وقت، وأهلي كمان يزوروني في أي وقت. بس ده طبعاً لا يمكن يحصل، وأهلي لا يمكن يوافقوا إني أناقشهم أصلاً في موضوع زي ده.